وللمتابعة والتحليل أيضا ينضم إلينا هاتفيا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، كيف تنظر إلى هذه الزيارة التاريخية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، وكيف يمكن أن تقوم بالبناء على زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر في فبراير الماضي؟ تحياتي لك ولكل مشاهدينك الكرام. بالطبع هذه الزيارة للرئيس السيسي الأولى له تركيا تمثل أهمية كبيرة من حيث الدلالات ومن حيث التوقيت ومن حيث المخرجات. نعم. من حيث الدلالات بتعكس حرص البلدين على تطوير العلاقات بينهما بشكل مستمر على كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الثقافية أو على كل المستويات الأخرى، وتعكس حقيقة الطفرة والنقلة الكبيرة التي شهدتها العلاقات خلال السنوات الثلاثة الماضية في ظل توافر الإرادة السياسية لدى قادة البلدين على تعزيز هذه العلاقات وتعظيمها في إطار المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة. الدلالة الثانية حقيقة بتعكس حرص الرئيس السيسي حقيقة على تعظيم السياسة الخارجية المصرية وتوظيفها في إطار دبلوماسية التنمية، وهو تعزيز علاقات مصر القوية ومنها تركيا لدعم التنمية في الداخل، لجذب الاستثمارات بالطبع الاستثمارات التركية، لفتح آفاق أمام السلع والمنتجات المصرية، توطين التكنولوجيا بما يعود في النفع في نهاية المطاف على المواطن المصري وتعزيز التنمية. ومن هنا تسعى مصر إلى كل الدول بناء شراكات اقتصادية واستراتيجية بما يعزز المصالح المصرية. الدلالة أيضا من حيث التوقيت تمثل أهمية كبيرة، خاصة في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتالي هنا من حيث المخرجات تمثل أهمية كبيرة سواء على مستوى العلاقات الثنائية، تعزيز التجارة والتبادل التجاري، تعزيز الفرص الواعدة وتوظيفها بين البلدين لصالح شعبي البلدين، خاصة أن مصر وتركيا يمثلان أهمية وثقل كبير، خاصة على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي. والاقتصاد المصري يمثل أيضا أهمية كبيرة لتركيا. مصر كاقتصاد واعد يحقق معدلات نمو كبيرة، مصر لديها العديد من الفرص الواعدة، تمثل بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الخارجية، ومنها بالطبع الاستثمارات التركية في المشروعات القومية الكبرى، في محور التنمية، في العاصمة الإدارية، في المناطق الصناعية. بالفعل هناك استثمارات تركية ضخمة كما رأينا في المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر، ومن هنا رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى التبادل التجاري من 10 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، كما يعني كحدث كما عكس في زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي. وبالتالي هناك فرص كبيرة، كلا البلدين يمثل مزايا نسبية للطرف الآخر. مصر تمثل بوابة تركيا نحو أفريقيا، أيضا تركيا تمثل بوابة مصر نحو أوروبا ومنطقة وسط آسيا. تركيا كاقتصاد مهم ضمن مجموعة الـ20 لديه أيضا تجارب مهمة، ولذلك أحد مخرجات الزيارة التاريخية اليوم هو تطوير العلاقات ومزيد من التطور على المستوى الاقتصادي والتجاري وتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقات. نعم. في أكثر من 20 اتفاقية في مجالات مختلفة، وهذا بيعكس حقيقة الطفرة والنقلة النوعية الكبيرة على مستوى العلاقات الثنائية. صحيح، هي طفرة كبيرة وهناك إرادة جادة من قيادتي البلدين لإحداث هذه الطفرة بما ينعكس على مصالح الشعبين. دكتور أحمد، ذكرت نقطتين أو محورين، المحور المتعلق بالعلاقات الثنائية والمحور المتعلق بالقضية الفلسطينية. دعنا نبدأ بالقضية الفلسطينية بما أنها على رأس أولويات أجندة مباحثات الزعيمين. توافق قطبين مثل مصر وتركيا على موقفهما في ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع وخفض التصعيد في الشرق الأوسط، كيف يمكن أن يفيد القضية في هذا التوقيت؟ بالطبع هذه نقطة مهمة. أولا من حيث طبعا التوقيت، الزيارة تنفتح في استفساق مهم في إطار جهود مصر المتواصلة. القضية الفلسطينية لا تغيب عن السياسة المصرية لحظة واحدة. الرئيس السيسي في كل لقاءاته سواء مع القادة الذين يأتون إلى مصر أو في الزيارات الخارجية أو في اتصالاتي أو في كل اللقاءات المختلفة، تحتل القضية المصرية قضية مركزية في أجندة السياسة الخارجية المصرية. وهذا بيعكس أن مصر تظل هي صمام الأمان للشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة، هي السند الأساسي داعم للشعب الفلسطيني على كل المستويات سواء الإنسانية أو الأمنية أو السياسية. الأمر الثاني أيضا، هناك توافق يصل إلى حد التطابق في مواقف مصر وتركيا فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية. أولا فيما يتعلق بوقف هذا العدوان الإسرائيلي
على قطاع غزة، وهذه الحرب الشرسة ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة، رفض أيضا توسع الصراع الإقليمي ومنع اشتعال الضفة الغربية، دعم الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإدخال المساعدات الإنسانية. وهذه المقاربة المصرية الشاملة، ومن هنا تمثل تركيا حقيقة كدولة مهمة، كدولة إقليمية لها ثقل سياسي وثقل اقتصادي، تمثل دعما كبيرا للجهود المصرية المتواصلة على المسار الأمني فيما يتعلق بالتوصل للاتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين، أو فيما يتعلق بتخفيف المعاناة الإنسانية. ونعرف أن تركيا تقدر بشكل كبير عن دور مصر في هذا المجال، خاصة أن مصر أيضا سخرت إمكاناتها، مطار العريش وميناء العريش، لاستقبال المساعدات الإنسانية التركية. أيضا على المسار السياسي يمثل التنسيق بين البلدين أهمية كبيرة في حشد الدعم الإقليمي والدعم الدولي للشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، لدعم جهود مصر فيما يتعلق بإطلاق مسار للمفاوضات السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذا هو الحل الجذري لهذا الصراع. ومن هنا تتطابق الرؤى بين البلدين، وهذا يمثل أهمية كبيرة ويعطي رسالة أيضا أن هناك دعما عربيا، دعما إقليميا للجانب الفلسطيني. يعني هذا تحديدا ما كنت أسأل عليه أو سأسأل عليه دكتور أحمد، يعني الجهود المصرية الحثيثة على المسار الدبلوماسي العالمي تمضي بكثافة للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار. الآن عندما تنضم هذه الجهود إلى الجهود التركية، ما الذي تضيفه إلى المسار الدبلوماسي الإقليمي؟ بالطبع هي تضيف الكثير، لان مصر حقيقه احد مسارات التحرك المصري، اضافه للمسار الانساني في تخفيف المعاناه عن الشعب الفلسطيني، اضافه للمسار الامني في دعم التوصل الاتفاق لانهاء هذه الحرب، اضافه الى المسار السياسي في حشد الدعم الدولي. ايضا هذا المسار يمثل اهميه كبيره في حشد دعم الدول المؤثره، القوى الاقليميه كتركيا، تركيا ايضا طبعا تشترك مع مصر في منظمه التعاون الاسلامي، ايضا في الاقليم هناك مصلحه مشتركه في تحقيق الامن والاستقرار ومنع توسع الصراع الاقليمي. وبالتالي هذه الجهود التركيه والموقف التركي يمثل دعما لمصر، خاصة فيما يتعلق أيضا بالمحافل الدولية، في أيضا في الدائرة الأوروبية، في الأمم المتحدة، في التصويت، في الدوائر المختلفة. هذا بيمثل أهمية كبيرة ويعكس أن هناك إجماعا إقليميا ودوليا رافضا للعدوان الإسرائيلي، رافضا لهذه الجرائم الحرب ومحاكمة ضرورة محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم. الأمل أيضا على حشد الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وحل هذا الصراع من جذوره. وبالتالي هنا أنا في اعتقادي أن هذا التوافق والتطابق في الموقف من قبل الفلسطينية يمثل دعما كبيرا، هو بيعطي رساله ايضا ان الشعب الفلسطيني لا يقف بمفرده تجاه العدوان الاسرائيلي، وان هناك دعما عربيا مصريا، دعما اقليميا، دعما من الدول الاسلاميه لمواجهه هذا العدوان، وهو يمثل اهميه كبيره في موازنه التيار الذي الاقليه الذي يدعم اسرائيل ويشجعها ويدفعها للاستمرار في العدوان وتحدي قرارات الشرعيه الدوليه. ودلوقتي رساله من دول الاقليم من المنطقه بان استقرار الشرق الاوسط مهم لكل الدول لكل العالم، هذا الاستقرار لن يتحقق الا بتحقيق السلام العادل وهو اقامه الدوله الفلسطينيه، وان سياسه العدوان واشعال الحرائق ويعني هذا استقرار المنطقة لن يحقق أي هدف ولن يحقق أي مصلحة لأي طرف، بل بالعكس يضر مصالح الدول الكبرى التي ما زالت تتخذ مواقف مائعة تجاه القضية الفلسطينية. ومن هنا هذه الزيارة مهمة، أنا في اعتقادي القضية الفلسطينية ستكون في صلب أو أحد المخرجات أو أحد القضايا الأساسية للمحادثات بين الرئيس السيسي والرئيس أردوغان، بتعكس مصر حقيقة تحركها المستمر طول الوقت لدعم الفلسطينيين وحشد الدعم الإقليمي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي والحرب الشعواء ضد الشعب الفلسطيني. نعم. طيب دكتور أحمد، إذا ما انتقلنا إلى الجانب المتعلق بالعلاقات الثنائية وكيفية تطويرها على كافة الأصعدة وعلى رأسها بالتأكيد الجانب الاقتصادي، كيف ترى هذه الطفرة؟ ما الذي يمكن أن تضيفه إلى كل من الاقتصاد المصري والتركي، خاصة مع حوالي 20 مذكرة تفاهم من المتوقع أن يتم توقيعها اليوم؟ بالطبع العلاقات الدولية الآن تقوم على أن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة، وتقوم على أسس، وهذه أسس السياسة الخارجية المصرية، فكرة المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة، بمعنى أن مصر لديها العديد من المزايا النسبية التي يمكن أن تقدمها لتركيا، ونفس الحال بالنسبة لتركيا لمصر. تركيا دولة مهمة في مجموعة الـ20، لأحد الاقتصادات الواعدة أيضا والكبرى في على المستوى العالمي. مصر أيضا أحد الاقتصادات الكبرى أيضا، وتحقق معدلات نمو كبيرة بشهادة المؤسسات الدولية. هناك فرص كبيرة يمكن توظيفها
لصالح البلدين في مجالات مختلفة. وأنا اعتقادي أن أحد المخرجات المهمة اليوم هو التوقيع على أكثر من 20 مذكرة تعاون وتفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة، سواء في الأمن الغذائي أو الأمن المائي أو في مجال التكنولوجيا أو التصنيع أو التجارة أو كل المجالات. حقيقة بتعكس حرص البلدين، بتعكس حقيقة يعني فلسفة السياسة المصرية، وهو تعظيم المنافع المصرية وتعظيم المصالح المصرية وتوظيف السياسة الخارجية المصرية لصالح خدمة التنمية في الداخل. وأنا في اعتقادي أن مصر وتركيا تمثلان أهمية كبيرة بحكم الثقل الاقتصادي، وهو ما يمثل أيضا نقلة نوعية وعائد كبير على شعبي البلدين. بكل تأكيد أشكرك دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية.